معنا هاتفيا من اسطنبول عضو الهيئة العامة لمؤتمر فلسطيني الخارج سيد ماهر شاويش. مرحبا بك سيد ماهر. إذا هيومن رايتس واتش ذكرت في تقريرها أن استخدام الاحتلال القوة القاتلة في غزة قد يرقى إلى جرائم حرب. كيف يمكن الاستفادة من هذه التقارير؟ حياكم الله الكريم وشكرا لكم على هذه الاستضافة. لا شك هذه التقارير تفيد في تعزيز يعني الرؤية الفلسطينية والرواية الفلسطينية للحق الفلسطيني في كل المحافل والمنابر الدولية، ويمكن الاستناد عليها والاعتماد عليها من أجل تقديم يعني المظلمة الفلسطينية ومن أجل تقديم القضية الفلسطينية كقضية عادلة في هذه المحافل. لذلك يجب الاعتماد على مثل هذه التقارير من أجل تسويقها أمام المجتمع الدولي ومن أجل تقديمها لكل هذه الدول ضمن سواء الهيئة الأمم المتحدة أو حتى مجلس الأمن الدولي. هل تعتقد أن توقيت التقرير يمكن أن يفيد مشروع قرار حماية الفلسطينيين مقدم من المجموعة العربية في أروقة الأمم المتحدة؟ بدون شك يفيد، لأنه حقيقة هذا التقرير ضمن هذا التوقيت يفيد، لا سيما في ظل يعني حقيقة محاولة ريكي هيلي ومحاولة الكيان الصهيوني خلط الأوراق والتدليس على كل المجتمع الدولي في الخلط ما بين قضية يعني هذه الجريمة النكراء التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، الذين قاموا بمسيرات سلمية واضحة للعيان ويحاولون أن يخلطوا فيه ما بينه وبين القضايا العسكرية، وحتى يدسوا اسم حماس في ضمن هذه المحاولات. لذلك هذه التقارير تفيد في تقديم صورة واضحة للمجتمع الدولي حول كل ملامسات ما يدور في قطاع غزة. طيب، كيف ترى موقف واشنطن الداعي إلى إدانة حركة حماس وعدم التصويت لغزة؟ أنا أعتقد أن هذا الموقف ليس بجديد، هذا الموقف ينبع حقيقة من دعم الولايات المتحدة الأمريكية للرواية الإسرائيلية منذ إنشاء هذا الكيان الغاصب على أرضنا في فلسطين. لكن المهم جدا هو تسليط الضوء على سلبية هذه المسيرات، على سلبية هذا الحراك، على مدنية هذا الحراك، وأنه نابع من مؤسسات مجتمع مدني واتحادات ورقابات، وبالتالي إيصال هذه الصورة بهذه الطريقة للمجتمع الدولي تستطيع أن يعني أن تؤدي ربما إلى اختراق ما في حالة المجتمع الدولي وإلى تحشيد ودعم وإسناد حالة التضامن العربي والدولي مع القضية الفلسطينية. نيكولا ميلودينوف مبعوث الأمم للشرق الأوسط قال أن استمرار التوتر في غزة قد يؤدي إلى حرب. هل تعتقد أن الظروف الإقليمية والدولية تذهب بالأمور إلى حرب؟ مع الأسف مع هذا الكيان الصهيوني لا نستطيع أن نستبعد أي خيار، كل الخيارات تبقى مفتوحة مع هذا الكيان، لأن هذا الكيان يعني حقيقة الذين يقومون على قيادة هذا الكيان ثلة من الناس المغامرين والمقامرين، يبدو إذا ما تم حشرهم في الجانب بطريقة ما قد يحاولوا أن يذهبوا باتجاه الحرب، وهذا كان واضح حقيقة في محاولات الكيان الصهيوني منذ 30 آذار مارس في محاولة يعني تحويل وحرف هذه المسيرات من حالتها السلمية إلى حالة تصعيد عسكري، وكان هناك حالة استفزاز واضح للكيان الصهيوني باتجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة حتى تتحول هذه المسيرات والمظاهرات الشعبية إلى حالة عسكرية. شكرا جزيلا لك سيد ماهر شاويش عضو الهيئة العامة للمؤتمر الفلسطيني الخارج من اسطنبول.